اليوم منتدى حول كيفية دفع الاستثمارات في التطبيقات الصغرى للطاقات المتجددة في الوسط الريفي، تنظمه الإسكوا بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية وبطبيعة الحال في شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الهدف منه المنتدى هذا هو باش نحاولوا نوريوا المنافع نتاع التطبيقات الصغرى للطاقات المتجددة في تطوير الوسط الريفي وإحداث مواطن شغل وتقليل البطالة وبطبيعة الحال التنمية الريفية خاصة في القطاع الفلاحي. هذا جاء بعد ما نفذنا مشروع اسمه ريجند، مشروع تمكننا من خلاله باش نجهزوا أصحاب أعمال ريفية في الوسط الريفي بالطاقات المتجددة وتمكينهم باش ينتفعوا من الطاقات هذه. بالطريقة هذه ورينا اللي فما من الممكن وأنه نستعمل الانتقال الطاقي لتطوير الاقتصاد المحلي وتحقيق الانتقال العادل اللي هو واحد من البرامج بتاع الأمم المتحدة. بالنسبة للشركة بتاعنا، هي شركة في الأساس تقوم بخدمات فلاحية للفلاح، تقدم فيها أكثر من 1400 منخرط في ولاية المهدية، كذلك فيها قريب 500 مربي أبقار وعديد الأنشطة الأخرى. عندنا معصرة متاع زيتون، عندنا كذلك نقطة لبيع البنزين. التنوع النشاط هذا يخلي الكلفة متاع استهلاك الطاقة تكون كبيرة برشا بالنسبة للشركة بتاعنا. كان الحل في الطاقة الشمسية، كانت مع وكانت الفكرة والمبادرة من منظمة الإسكوا اللي هي كانت المبادرة معناها تصل بالشركة في تركيز الطاقة الشمسية لمساعدة الشركة على مواجهة التحديات الكبيرة في الاستهلاك الطاقة، خاصة أنه تقريبا سنويا كنا ما يقارب نستحق أكثر من 300 ألف كيلو وات يعني سنويا. هذا كان بتكلفة كبيرة ياسر، كانت توصل فاتورة طاقة يعني شهريا من 15 إلى 20 ألف دينار. ثم بعد تركيز الطاقة الشمسية اللي كانت هي في شكل كلها هبة من شركة الإسكوا وتعاون مع الوكالة الوطنية للطاقة في تونس تحكم في الطاقة، كانت تقريبا في ما يقارب مشروع هذا بكلفة تنازل 183 ألف دينار، ساهم في أنه خفض كبير برشا للاستهلاك الطاقة. أول إشي يعني أنا بالأصل فلاحة، بساعد الفلاحات في منطقتي. الطاقة الشمسية أصلا يعني ما كنا نعرفها، ما كان في أي نظام مركب في المنطقة. لما ركبنا الطاقة الشمسية عندنا وفرت علينا كثير من اللي هي فاتورة الطاقة، تيجي الكهرباء تيجي عندنا عالية، والماتور أصلا اللي إحنا بنزرع عليه كان على الكهرباء، فكان المحصول قليل لأنه فاتورة الكهرباء كانت تيجي علينا كبيرة. فلما ركبنا الطاقة صارت أوفر، يعني وفرت لنا كثير وزدنا من إنتاج الرقعة الزراعية. أيضا كمان يعني شجعتنا على زيادة الإنتاج في الصناعات الغذائية مثل الجبنة والألبان، وهي الأشياء يعني تتطلب وقت وبدها يعني طاقة. فلما ركبنا نظام الطاقة الشمسية وفرت علينا كثير وزادت الطاقة الإنتاجية.